طبعاً خد بالك أنت قرار خاطئ خاطئ. كفاية كفاية. أقول إيه؟ آي من كل حاجة في البلد دي. هتعمل إيه لو زادت؟ كفاية. أعمل إيه لو زادت؟ أعمل إيه؟ هشعبط في المتر من ورا، هسطع. كفاية كفاية كفاية. الناس مفيش يا راجل. أنت بتبقى راكب الميكروباص، واحد يقول لك أنا ما معيش أجرة والنبي ادفع لي. يقول لك ادفع لي بالله. الناس ثلاث أرباع الناس يا أخي يا أخي أقسم بالله الأكل الناس ما لاقياه. ارحموا هذا الشعب، ارحموه. الدنيا دلوقتي فقر، الناس مش لاقيه تاكل، هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ السكن عاوزين يغلوه، والدنيا عاوزين يغلوه، والعالم عاوزين يغلوه، والمرض عمال يزيد في العالم، هيعملوا ايه ولا ايه؟ ويزيد المترو كمان، تبقى مشاكل الدنيا قد ايه بس؟ الدنيا تعمل ايه؟ ده كل الدنيا فقراء، الدنيا مش لاقيه تاكل، الغني غني والفقير فقير. انا مش عارف هيعملوا ايه مع الفقير يا ربي. هو الناس لقيت تركب مواصلات لما يدفعوا المترو؟ هو المفروض اصلا تبقى دعم من الدوله، او يعني نحط اعلانات. كانت الفكره بتاعت واحد مصري السنه اللي فاتت، نحط اعلانات على التذكره، ومن انت كده بتاخد فلوس لنفسك وما بتكلفكش حاجه في صناعه تذكره المترو. بس الفكره دي اتنفذت في الامارات بسبب برضو واحد مصري، وبره خد جايزه عليها في الامارات، وهنا ما خدش اي حاجه. كتير طبعا. المترو ده وسيله المواصلات للناس الغلابه الموظفين الكادحين، مش لرجال الاعمال. طب ما ناخد من رجال الاعمال. لو احنا المترو دوت متاثر او عليه خسائر زي ما احنا بنقول ما اختلفناش. طب ما في ناس بتاخد وبتكسب وعايشه كويس جدا، ليه ناخد من الموظفين اللي الموظف النهارده ما بيكفوش المرتب بتاعه ولا نص المرتب بيكفيه يكمل بقيه الشهر؟ ليه اجي على المترو؟ دي وسيله الغلابه. الناس مش لاقيه تاكل، الناس بتحاول تهرب من الشباك بتاع التذاكر او من المجرى بتاع التذاكر عشان ما يدفعش الجنيه. هيدفع 2 جنيه؟ لا طبعا ما يعلاش اكتر من كده، لان هو ما شاء الله المترو بيدخل رد عالي جدا، كم كبير جدا 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 للبلد، فاحنا مش محتاجين نعلي. كفايه المصاريف دي. سوء اداره من اداره المترو، سوء اداره، بدليل انه في الاف الميكروباصات القطاع الخاص شغاله بترفع ربع جنيه بتاع حاجه زي كده، ورغم عن كده بتكسب. يعني دائما ابدا ليه القطاع الخاص بيكسب والقطاع العام بيخسر؟ فدي سوء اداره كبيره جدا. يعني مع العلم يعني كان اقصى حاجه المفروض يرفعوا ربع جنيه ولا نص جنيه ولا حاجه، لكن 100% مش معقوله. قال لك كان في مكسب الاول مش عارفه بكام، 200 مليون مش عارفه بكام، ودلوقتي في خساره بال 130 مليون مش عارفه ال 150 مليون. ازاي تيجي الفرق دوت؟ يعني الواحد بيستغربه ازاي كان بيكسب الاول وبعدين بعد كده بقى بيخسر. ارحموه رحمه رحمه من عند ربنا. احنا البلد بلدنا وعلى دماغنا من فوق كل البلد، ونعمل المستحيل عشان تبقى احسن دوله في العالم. لكن ما تغطش تغطش تغطش. كل ما اجيب واحد اقول له اضغط على الشعب، كل ما اجيب وزير اقول له طلع عين ام الشعب، ما تطلع عين ام الغني، طلع عين ام القادر. ما تروح للي معاه عربيه بمليون جنيه حزم، ب2 مليون جنيه حزم. ما تروح لرجال الاعمال وتاخد منهم، كفايه. لكن الغلبان عايز لله. ادوا الزكاه للناس الغلابه النهارده اللي بياخد 350 والمعاش 1000 جنيه، بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ رحمه يا ناس. ده لا علاج ولا اكل ولا شرب ولا نور ولا ميه ولا مفيش حاجه تانيه. عايزين ايه؟ تاخدوا تمن الهواء اللي بتتنفسوا. واحد بدل ما يروح مثلا يمشي يركب 100 مواطه ولا يقعد ساعتين في الميكروباص. ايه ده ليه بتوصلوا الناس للشحاته وللسرقه وللافتراء؟ ليه احنا بنعمل في نفسنا كده؟ ليه ما نرحم الناس؟ فياكم الدوله نهبتوها، نهبت الدوله. الناس وقفت حالها ماشي. عايزين ايه تاني؟ ايه اللي انتوا عاوزينه؟ هو بس انا كده بدفع فلوس عشان اوصل بسرعه، بس بسرعه. لكن هما اللي ينظموا المرور وينظموا الطرق، فهتبقى الميكروباصات زي المترو يعني بتوصل للمعاد. هعمل ايه؟ الشعب كله يعمل، الشعب واكل بلوزه.